لك وتحدي جديد وبسرعة هندخل بالقوانين. ركزوا معي بليز. كل متسابق حيمسك كيس الملاكمة اللي قدامه أطول مدة ممكنة. اللي حيقع الأول هو الخسران. وحتبدأوا مع الصفارة، الكيس الأحمر لمايا، الكيس الأزرق للسقة. اتفضلوا بليز. عايز يكسبني. يا سلام، رهيب رهيب. السقة شهم. يلا رهيب. لما تطلعوا وتكونوا جاهزين حصفر. جاهزين؟ لا. يلا. برافو مايا. Visez la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, je crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. 30 ثانية عدوا. بارارام. قد ايه لازم نقعد؟ أو ما قد ما فيكم. الليل طويل، احنا مش ورانا شيء. بتصبح فيك وبتمسى فيك كل لحظة بشوفك. قد ايه الوقت؟ يا سلام يا سلام على الجو الرائع. هيك هالقد رومانتيك اللعبة؟ انا رجلي وجعاني يا جماعة. يعني رومانسية؟ بلاش حجج يا أستاذ سقا. والله رجلي وجعاني جدا. يا أسد الغابة. دقيقة وبعد مسكين بالكيس. والله رجلي وجعاني جدا اقسم بالله. كل واحد اجره عم توجعه يخسر. خلص الموضوع. يا احمد. لا احمد انت مرتاح حاسسك على وضعك. رجلي وجعاني بس. مامي مدي امي. احمد لو رجلك بتوجعك بتديها المايا. بس عندي سؤال، في بنت عملتها قبل؟ نو no. طب مش معقول التعذيب اللي انا فيه. مامي قاعدين على البحر بتشمسوا. يا بختهم. دقيقة وخمسين ثانية. اوه رجلي. وداخلين على دقيقتين. انا ممكن اسيب الجيم ده المايه لان انا رجلي وجعاني فعلا. سيب حاجة المايه. يلا تعالي. وبتفوز معنا مايا بامسك نفسك. كثير حلو كثير حلو. حنشوف السكور مع بعض. اذا يور اوكي. والله عشان رجلي اقسم بالله. حنطلع ثاني. مش معقول. احمد معه 7 نقاط. مايا بعد فوزها بامسك نفسك صار معه. برافو. اللعبه الحاسمه هي الجيم الاخير اللي حيحسم مين الكسبان ومين الخسران بحلقه النهارده. علشان الجيم الاخير هو اللي حيحسم فلازم كل واحد فيكم يكون مستعد ليه كويس. الجيم ده ب6 نقاط. تابعونا عشان تعرفوا سؤال النهارده وتكسبوا 100,000 جنيه بعد الفاصل. اخر بالسقه.